السلام عليكم. بعد 6 سنين من المداولات تحت قبة الكونغرس الأمريكي، أخيراً خرج قانون قيصر الأمريكي لحماية المدنيين السوريين إلى العلن، ودخل قبل أيام حيز التنفيذ. القانون المسمى بقيصر نسبة إلى لقب أطلق على عسكري سوري منشق، سرب آلاف الصور التي تكشف أساليب تعذيب وحشي وقتل حتى الموت مونست في سجون النظام السوري ومعتقلاته. يفرض هذا القانون عقوبات صارمة على النظام السوري وعلى كل من يتعامل معه، سواء كان دولة أو مؤسسة أو أفراده. لغة صارمة صيغ بها القانون، لكنها في الوقت ذاته مواربة، وتفتح المجال أمام تعليق العقوبات وفق شروط عدة، أبرزها إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين قسراً، ووقف قصف المناطق السكنية والمدارس والمستشفيات، ورفع الحصار عن المناطق التي تطوقها قوات روسية أو إيرانية أو سورية. يدخل القانون حيز التنفيذ ليثير عاصفة من الأسئلة المتعلقة بملابسات تطبيقه الآن، وعن سبب تأخر تنفيذه طوال هذه السنين، وعن النوايا والأهداف الأمريكية الجوهرية من ورائه، وكذلك عن مدى تأثيره على بنية نظام بشار الأسد وعلى عموم السوريين في البلاد. هذه الأسئلة وغيرها في مرمى حلقة اليوم من برنامج حديث العرب. أهلا بكم. على الرغم من أنه يستهدف النظام السوري بشكل رئيس، إلا أن هناك من يترقب بحذر تداعيات قانون قيصر الذي فاقم من تردي الأوضاع التي تعيشها سوريا مع دخوله حيز التنفيذ في حزيران الجاري. قانون قيصر الأمريكي دخل حيز التنفيذ بإعلان واشنطن إنزال عقوبات على 39 شخصاً وكياناً مرتبطين بنظام الأسد لتورطهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري. وتوقعت مصادر دبلوماسية غربية أن تشمل العقوبات 100 شخصية سورية. مسؤولون أمريكيون أكدوا أن من أهم أهداف العقوبات دفع الأسد للالتزام بالعملية السياسية في جنيف وفق القرار 2254 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات وتحقيق انتقال سياسي في سوريا. صحيفة واشنطن بوست قالت إن قانون قيصر الذي شرعته واشنطن مؤخرا لمعاقبة النظام السوري مثل نكسة قاسية لهذا النظام، وأن تأثيرات قانون قيصر بدأت تظهر على النظام السوري الذي يعاني بالفعل من الانهيار الاقتصادي وتجدد الاحتجاجات الشعبية، الأمر الذي قد يرغمه على الرضوخ للحل السياسي. مسؤولون أمريكيون أعلنوا أن الهدف من القانون ليس تغيير النظام السوري، بل الدفع إلى تغيير سلوك النظام في أمور داخلية وأخرى جيوسياسية. وبحسب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، فإن قانون قيصر جاء بالتوازي مع قرارات الأمم المتحدة نتيجة لعدم تعاطي نظام الأسد إيجابياً مع جهود المجتمع الدولي. من جانب آخر، فإن تداعيات قانون قيصر لا تزال تقلق الإيرانيين وغيرهم باعتبارهم أكثر المتضررين من هذا القانون بسبب استثماراتهم الهائلة في مناطق سيطرة نظام الأسد، والتي تصبح بحكم المجمدة عندما تتسع دائرة العقوبات التي يفرضها هذا القانون. وقد بدا ذلك واضحا على انهيار الليرة اللبنانية والريال الإيراني مع بداية تطبيق القانون. المستهدفون بالعقوبات التي يحملها قانون قيصر كما يبدو للمراقبين ستشمل الكثير من الكيانات والأشخاص والمصالح المهمة لبعض الدول، وفي مقدمتها روسيا وإيران وميليشيا حزب الله. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ باسل حفار، مدير مركز إدراك للدراسات والاستشارات، وعبر سكايب من اسطنبول الدكتور صبري سميرة، رئيس مؤسسة مينا لتنمية المجتمعات الجديدة والخبير بالسياسات الأمريكية في الشرق الأوسط وأستاذ العلوم السياسية. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك بالاستوديو أستاذ باسل. الآن هذا القرار يأتي بعد تأخير كثير، نريد أن نبحث بداية قبل عن الزمان السياق الإقليمي والسوري الذي جاء فيه. بمعنى آخر، ما القراءة التي يمكن أن نقرأ بها تنفيذ هذا القانون الآن؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة كما تفضلت، بعد 6 سنوات من المداولات يأتي سن هذا القانون، ودخل مؤخرا حيز التنفيذ. يأتي في سياق محاولة دفع الأسد أو تطويع نظام الأسد للقبول بشروط معينة وترتيبات معينة والموافقة على ترتيبات أساسا قائمة، بعض الاتفاقات والتوافقات التي حصلت خلال الفترة الماضية ما زال النظام إلى اليوم يراوغ أو يحاول يلتف عليها، مثل اتفاق جنيف أو أستانا أو سوتشي وغيرها، إضافة إلى العديد من المطالب أو
الحلول المطروحة اليوم بشكل أو بآخر سواء كانت جزئية أو كاملة للشأن السوري والتي ما زال النظام يبدي ممانعة شديدة ضدها. يأتي هذا القانون كما قال مشرعوه لدفع النظام أو لإجبار النظام على القبول بشروط معينة وبحلول وبسياقات حل معينة. هل هناك استشعار من الإدارة الأمريكية بأن العامل الاقتصادي وتراجع قيمة الليرة السورية وضعف قدراتها يعني يمكن أن يكون جعل الفرصة سانحة لتمرير هذا القانون في هذا التوقيت مثلا؟ هو بالأساس العوامل التي ذكرتها اقتصادية العامل الأمريكي جزء منها أساسا، هي لم تأتي اليوم لما سن القانون. خلال الفترة الماضية الولايات المتحدة سنت أو يعني شرعت العديد من العقوبات، ليس بهيئة تشريعات قانونية لكن أعلنت عن عديد من العقوبات ضد العديد من الجهات السورية. واليوم مثلا الحزمة الأولى من الأسماء التي شملها القانون التي أعلن عنها في قبل أيام كلها أساسا مشمولة ضمن عقوبات سابقة من قبل الولايات المتحدة، هذا عدا عن كم كبير من التصريحات من قبل ترامب نفسه أو من قبل المسؤولين في الإدارة الأمريكية، وهذه التصريحات كان لها وقعها على بنية النظام وعلى اقتصاد النظام لأنها أشعرت حاضنة النظام ومؤيدين النظام وأي جهة يمكن أن تستثمر أو تتعامل مع النظام بأن النظام لا يلقى قبولا دوليا وأن هناك قوة دولية مثل الولايات المتحدة ليست في صفه، وبالتالي حصل نوع من الانفكاك أو الابتعاد عن النظام، وهذا كان له أثره في انهيار الليرة السورية وغيرها من العوامل الاقتصادية. بالتالي الوضع الاقتصادي الذي يمر به اليوم لم يأتي أولا وليدة القانون وحده، هو أمر حصل بالتدريج على مدى سنين، لنقول 5 سنين على الأقل الأخيرة. الأمر الآخر الولايات المتحدة هي جزءا من مشهد التدهور الاقتصادي في سوريا، والقانون هو محطة من محطات التدهور، محطة أساسية وكبيرة وأوضحها، لكن ليست المحطة الوحيدة وليست الجزء الوحيد، يعني ليست المشاركة الوحيدة للولايات المتحدة في هذا المسار. ربما العامل الأهم هنا في ظني كرأي شخصي أن السياقات الحلول السياسية المطروحة تبلورت أكثر في هذه المرحلة، بحيث يظن الأمريكان أن الوقت قد حان أو أصبحت الظرف جاهزاً للذهاب بسوريا نحو مرحلة جديدة أو شيء جديد آخر. الحليف الأهم للولايات المتحدة كما يسمى الحليف الموثوق كما سمت الولايات المتحدة، الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، استطاعت أن تتمركز في منطقة معينة وبنت نوعاً من الحدود الجغرافية الأساسية لها، وبدأت تنتقل من الشكل الميليشياتي إلى الشكل الدولاتي. حدود المنطقة الشمالية وتواجد المعارضة أيضاً أصبح لها حدود جغرافية معينة، وقد وثقت هذه الحدود ضمن اتفاقين، اتفاق شرق الفرات واتفاق تركيا موسكو وغيرها. النظام نفسه أصبحت له هناك تدابير معينة وهناك تقاسم معين لبنية النظام بين الروس والإيرانيين وسيطرة معينة، وهناك إلى حد كبير تبلور كبير في تقاسم هذه الأدوار. بالتالي أصبح الوضع جاهزا إلى الانتقال بسوريا لشيء، لمرحلة أخرى أو لشيء جديد. والعامل كما ذكرنا قبل قليل الوحيد كان أو ما زال هو أن النظام يعارض انتقال إلى أي حل سياسي أو إلى أي اعتبار آخر، وبالتالي كان يجب تطويعه أو إجباره على الذهاب باتجاه آخر. هذه المرحلة الأخرى التي تتحدث عنها هي مرتبطة بأهداف أمريكا من وراء هذا القانون الذي سنبحثه ربما بعد الفاصل، لكن الآن أريد في هذا المحور أن أسأل دكتور صبري سميرة. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نحو 7 أشهر على هذا القانون وأقره الكونغرس الأمريكي، وهو بعنوان يعني مسمى تحت عنوان حماية المدنيين السوريين، يعني ثمة من يعلق ساخرا أنه لم يبقى مدنيون سوريون في سوريا حتى يحموا الآن. لماذا تأخر كل هذه المدة قانون قيصر لينفذ؟ بالطبع نبني على كلام الزميل وضيفكم في الاستوديو، قد قدم كثير من التفاصيل. هنالك أبعاد دولية وإقليمية ومحلية داخلية سورية، وأيضا أبعاد محلية داخل أمريكا لانشغالهم بكثير من القضايا، سواء الصراعات والمناكفات الانتخابية المختلفة الرئاسية. وبالتالي مثل هذا الأمر بالنسبة لترامب قد يكون لو كان قبل 6-7 شهور أو 5 شهور له آثار معينة ومضاعفات معينة قد تؤثر عليه وعلى سمعته وحظوظه الانتخابية وما إلى ذلك. وبالتالي النظر إلى الساحة السورية والشرق الأوسط والقضايا العالمية ليس موضوع منفصل تماما في السياسة الأمريكية عن تفاعلاتهم الداخلية وأيضا تفاعلاتهم الانتخابية وطموحاتهم وصراعاتهم. ثم جاءت كورونا فانشغلوا، فلا أعتقد أنه كان الوقت مناسب لإطلاق مسألة وتطبيقها بكل قوة، لأن المسألة تتطلب متابعات وتنفيذ على الأرض. وبطبيعة الحال كثير من الشعوب بما فيها الشعب السوري المنكوب بكل الاتجاهات سوف تزداد عليه النكبات عندما تبدأ التطبيقات والتسارعات وما إلى، فتركت مسألة كورونا حتى تمر. الآن الوضع الانتخابي وصل نقطة معينة في أمريكا، وضع كورونا ننتقل إلى مرحلة جديدة، بدأت كثير من الدول وعلى رأسها أمريكا الآن تتطلع إلى إشعال أو فتح أو البدء بتحريك ساحات وملفات خارجية.
بالطبع الملف السوري ملف بطبيعته ساخن وقضاياه متشعبة جدا، سواء بخصوص الوضع الكامل في الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي وكل القضايا المرتبطة بإسرائيل وإعلاناتها عن ضم غور الأردن وكل ما إلى ذلك، وهذا بحد ذاته قد يشهد انتكاسات للسياسة الأمريكية. فكأني بالساسة الأمريكيون وترامب يحاولون فتح ملف بين قوسين قد يستطيعوا أن ينجزوا فيه شيء بناء على ما تفضل به الزميل من كل التفاصيل التي وصلت إليها ونضجت إليها تطورات مختلفة. فيبدو أنهم كأحجار الآن الشطرنج يريدوا أن يحركوا هذه القضية. الوقت مناسب الآن لعصر أو لخنق أو لإلغاء والقضاء على ما تبقى من النظام السوري. أصلا النظام السوري بالحسابات المنطقية هو غير موجود، هو مجرد شكل يستخدم من الآخرين، مدعوما من إيران، مدعوما من روسيا، مدعوما بتوازنات دولية، أيضا مدعوما بعدم رغبة أمريكا بإسقاط النظام. لكن يبدو الآن مع الدخول التركي في سوريا ومع باقي التفاصيل التي ذكرت، يبدو أنه قد حان الحان الأوان لعمل نوع من التموضع، سواء بفرض حل معين على النظام من كل الأطراف وهي تنسق فيما بينها أمريكا وروسيا وتركيا وغيره، وأيضا من الخلف إيران، أو أنه حان الأوان لاستبداله والأتيان بغيره. فإذا هذا عنوان الآن المرحلة الجديدة لقانون قيصر، أنه مزيدا من الضغط على النظام وإعادة ترتيب التوازنات المختلفة وصولا إلى بين قوسين إيجاد حل لهذه الكارثة السورية، من ضمن أيضا ملفات أخرى يسعى لإغلاقها، لأن هنالك الآن تطورات كثيرة جدا جاءت بها ما قبل كورونا وكورونا وأزمات اقتصادية لاحقة وتنافس أمريكي صيني، وبالتالي أمريكا لها حساباتها في إغلاق ملفات وفتح ملفات حتى تتهيأ لمرحلة جديدة. طيب حقيقة العقوبات الأمريكية لها سلسلة طويلة تاريخية على سوريا. أريد أن أسأل هنا الأستاذ باسل، يعني في عام 1979 صنفت أمريكا روسيا كدولة داعمة للإرهاب أو لنكون أدق النظام السوري، ثم بعد ذلك جاء قانون محاسبة سوريا على عقب احتلال العراق، القوات الأمريكية العراق عام 2004 بعد عام من الاحتلال، سلسلة عقوبات، ثم بعد 2011 حزمة جديدة. بما يختلف هذا القانون عن جملة العقوبات السابقة برأيك؟ نعم، أول اختلاف وأهم اختلاف أنه جملة العقوبات السابقة لم تكن مؤطرة بقانون يحدد فترات زمنية ثابتة ويحدد آليات يعني لتخفيف هذا القانون أو لإلغاء العقوبات أو للاستمرار بها، ولا يحدد صلاحيات مسؤولين محددين داخل الإدارة الأمريكية للتحكم بهذه العقوبات، ولا يحدد حتى الأبعاد أو الشروط الأساسية المطلوبة من النظام للخروج من لرفع العقوبات. بينما القانون قيصر يحدد مثلا 6 شروط أساسية رسمية على النظام أن يمضي بها حتى إذا أراد رفع العقوبات بعد أن تفرض عليه، يعطي أطر زمنية محددة للقانون كله، مدته 5 سنوات، الأولى هي 5 سنوات، داخل القانون نفسه خلال فترة 5 سنوات رئيس الولايات المتحدة ووزير الخارجية لديهم صلاحيات معينة لرفع تقارير إلى الكونغرس من خلالها يمكن أن يقوم يتم تخفيف العقوبات أو رفع أو زيادتها أو يعني تغيير مدتها الزمنية أو تلاعب أو تغيير حدتها أو قسوتها وما إلى ذلك. فهذا أهم أمر. الأمر الآخر أنه القانون الحالي مرتبط بإجراءات تنفيذية أكثر، القانون قيصر، يعني بمعنى أن هناك جهات مسؤولة عن تنفيذ هذا القانون وجهات مسؤولة عن متابعته، وهو يشمل حزمة واسعة أو يمكن أن ينفتح على حزمة واسعة جدا من العقوبات. أما العقوبات السابقة كانت محددة بمؤسسات محددة أو بأشخاص محددين، أسماء أشخاص بالذات أو مؤسسات معينة محددة. الأمر الثالث الذي يخص هذا القانون أنه لا يفرض عقوبات فقط على النظام السوري ولا على المتعاملين معه، ولكن حتى على الجهات التي تتعامل مع جهات وسيطة يمكن أن تتعامل مع النظام. يعني الجهات التي تتعامل مع النظام يمكن أن يشملها العقوبات، والجهات التي تتعامل مع جهات تتعامل مع النظام أيضا يمكن أن يشملها العقوبات. ومن هنا قامت مسؤول السفارات الأمريكية في لبنان، في بيروت، في الأردن، في الإمارات، في دول أخرى بتبليغ الحكومات هذه بأن تعامل هذه الحكومات المباشر مع النظام أو مع جهات تتعامل مع النظام أو تعامل جهات من داخل هذه الدولة خاصة أو سياسية مع من يمكن أن يتعامل مع نظام سيترتب عليه عقوبات قد تؤذي هذه الدول. هذه مفارقات أساسية اليوم في تطبيق القانون. هناك فروق أخرى يمكن أن تظهر أو يمكن أن تنبأ بها الآن من ناحية أنه جدية الولايات المتحدة في تطبيق هذا القانون، أنه هذا القانون يمكن أن يترتب عليه شيء أو تغيير أو ترتيب سياسي معين، بمعنى أنه يمكن أن يشكل عامل معين في معادلة المشهد السياسي، بينما القوى الأخرى كانت هي باتجاه نوع من التأديب للنظام أو نوع من
محاولة دفع النظام للتخفيف من وتيرة قصف أو عدم استخدام نوع معين من الأسلحة لا أكثر، ليست لم تأتي في إطار تغيير المشهد، لكن التنبؤ بهذه الأسباب أو بهذه الفروقات الآن قبل أن يأخذ القانون مجراه في التنفيذ وأن يشاهد جدية الولايات المتحدة في تطبيقه يحتاج يعني مزيد من الوقت حتى يعني نكون متأكدين من حقيقتها. طيب دكتور صبري، يعني عقب دخول هذا القانون حيز التنفيذ صرح عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات والمقرب من القيادة الإماراتية وتحديدا الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، قال بأن هذا القانون غير ملزم للإمارات. حقيقة إذا ما قلنا بأنه لا يكاد مراقب يصدق أو يقتنع بفكرة أن تتمرد الإمارات على عقوبات أمريكية في المنطقة، هذا يثير التساؤل عن مدى صرامة الأمريكيين في تطبيق هذا القانون. يبدو أن الإمارات تريد أن تجرب مسألة التأجيل أو التمطيط إذا صح التعبير والمماطلة في الالتزام بمثل هذا القانون، لريثما ترتب هي أو من آخرين من خلفها أمورهم. لكن إذا أمريكا كانت مصممة، وأنا أعتقد أنها مصممة على فرض هذا القانون، لأن طبيعة النظام الأمريكي لا يتخذ قرارات للهواء، ليس يعني للأسف هو أو لاندري للأسف أو للحسن أنه ليس كالأنظمة العربية تسوف وتماطل وتتخذ قرارات غوغائية وصوتية. أمريكا هذه بالاسي، عندما تصنع القانون تصنع السياسة تصبح الدولة ملزمة ويسير فيها الرئيس والأجهزة التنفيذية، وبالتالي هم مصممون منذ البداية على فعل شيء. بالطبع تأخروا وماطلوا لكن كان ذلك لحساباته، لكن بما أن أمريكا قررت أن تبدأ بفرضها طريقتها في الأداء وفي التنفيذ سوف تكون مستمرة إلى الأمام ومتصاعدة، وهي بداية الآن وإشارة وإعلان للنية والمقصد والهدف والاستراتيجية والخطة. لكن هل أمريكا سوف تتراجع عنها غدا أو بعد غد تحت طلب الإمارات أو ضغط الإمارات أو غيرها؟ ليس هكذا تصنع السياسة في أمريكا. أما لماذا الإمارات تفعل ذلك وهل يمكنها أن تفلت من الضغط الأمريكي أو غيره، هذا ما سوف نشاهده. لكن نعم هنالك متسع، دعنا نكون واقعيين أن طبيعة النظام السياسي الأمريكي والسياسة الخارجية الأمريكية تأخذ وقتها في التنفيذ. هي تقول الآن 5 سنوات، قد يكون ليس المقصود هو 5 سنوات، ولكن هو إعلان للجميع بأن الإدارة الأمريكية لا تريد الاستمرار بنفس الطريقة القديمة مع النظام السوري، آن الأوان له أن يزول. بالطبع حتى تكون أمريكا واقعية لا تقول الآن كن فيكون يجب أن يطير النظام السوري، وإنما تقول 5 سنوات، لكن خيالها سوف تزيد وتصعد وحتى بلوغ النهاية. لكن دكتور صبري، هل توافق نعم. وإجماع الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الأمريكي على هذا القانون يعطيه صفة قيمة أكبر ويعطيه من صفة الديمومة في المستقبل بأنه لا يمكن نقضه أو تعليقه بناء على خلافات سياسية داخلية؟ كطريقة إدارة للسياسة الخارجية، الرئيس في النهاية الرئيس الأمريكي أيا كان ديمقراطي أو جمهوري هو الذي يقرر يعني مصداقية أو قوة أو اندفاعية تطبيق أي قانون، لأنه هو بيده الفالف سيفتي يعني اللي هو صمامات الأمان، يزيد ينقص، هو الذي يضبط المعايير. لكن نعم وجود إجماع ديمقراطي جمهوري يعطي إلزامية أخلاقية وقانونية وشرعية أكثر للرئيس بأنه ينطلق بدون أي تردد. الديمقراطيون لهم فلسفتهم القديمة بأنهم ضد قمع الحريات وضد قتل الناس وما إلى ذلك، وكانوا يعايرون الرئيس ترامب بأنه لا يفعل الكثير لإنقاذ الأرواح. يعني حتى أوباما لم يفعل شيئا في هذا السياق دكتور. ما قلت هم يقولون ويعايرون، هي مزايدات انتخابية وحزبية وغيره للأسف، لأن أوباما اتخذ قرار سياسي استراتيجي كبير من زمنه وهو استخدام القوة الناعمة في حل المشاكل الدولية، الانسحاب من كثير من المناطق بما فيها الشرق الأوسط والتوجه أكثر لموضوع المقارعة الصين اقتصاديا وتكنولوجيا ونفوذا سياسيا واستراتيجيا وفي شرق آسيا. وبالتالي أوباما كان صريحا منذ أن جاء وقال للعرب لا أريد أن أستمر في هذه الأمور، حلوا مشكلتكم. ترامب الذي فعله اتبع بالضبط سياسة أوباما وأخذ بنصيحته، ولكنه استخدم أسلوب الابتزاز الاقتصادي والمالي لدول الخليج وغيرها بأن دفعها الكثير الكثير، ولكن حقيقة عند كما يقال بالعامي عند حزها ولزها ترامب لم يفعل شيئا لا للسعودية والإمارات في اليمن، ولم يفعل شيئا في سوريا، ولم يفعل شيئا في ليبيا الآن متروك، لم يفعل شيئا. إذن هو منسجم مع نفسه وشعاراته الانتخابية وتطبيقاته، لا يريد أن ينفق، لا يريد أن يفتح الحروب ومعارك وغيره، ولكن هو يستخدم القوة الناعمة سواء كانت اقتصادية أو تكنولوجية أو مخابراتية أو تحالفات المنطقة وغيره. وبالتالي هذا القانون قانون قيصر يتماشى مع هذه السياسة سواء الأوبامية أو الترامبية إلى الأمام، لكني سأراها متصاعدة
وسوف تزداد، وهي إشارة بأنه لكل القوى الإقليمية والدولية كفوا عن دعم النظام السوري، كفاية يجب أن نجد حلا. هذا ليس رأفة بالشعب السوري ولا بسوريا ولا غيره من ترامب أو من كل هذه القوى الدولية. قلت ذلك أنا في بداية الثورة السورية، وكنت أخاطب إخواني الشعب السوري أن استفيدوا حتى من تجربتنا نحن أبناء القضية الفلسطينية 100 عام. أولا وأخيرا الاعتماد على ذواتكم وداخلكم، لا تنازعوا، لا تقاتلوا، لا تفرقوا، لا تنتظروا شيئا من وزراء خارجية عرب كانوا مجتمعين. نعم. ولا من حتى من تركيا اللي أنا فيها وغيره، لأنه حسابات العالم صعبة جدا، لكن للأسف جرى ما جرى والآن. نعم. تعاد التقييمات المختلفة. الآن نحن أمام مرحلة جديدة، أعتقد بأن الدول العالم اكتفت من أنهار الدم وملايين اللاجئين وكل هذا الذي حدث، يريدوا. نعم. أن يخلصوا هالطابق يعني بالعامي ويشوفوا لهم قضية أخرى. لذلك نعم دكتور، لذلك نريد أن نبحث معكم ضيفي الكريمين، أن نغوص معكم في الأهداف والنوايا الجوهرية الأمريكية من وراء هذا القانون ومدى تأثيره على بنية النظام السوري، لكن ليس قبل الذهاب إلى وقفة قصيرة. أهلا وسهلا بكم، ما زلنا في الحديث سويا عن قانون قيصر وتبعاته السياسية على النظام السوري وعلى حلفائه. باسل، النظام السوري ليس في أفضل حالته من الناحية الاقتصادية وحتى من ناحية علاقته بحاضنته إذا صح التعبير، إذا ما بقي هناك حاضنة في ظل هذه الظروف. الليرة السورية تتراجع، الوضع المعيشي يزداد صعوبة وقهرا بالنسبة للسوريين في المناطق التي يسيطر عليها. هذا القانون لا يستثني لا نظام ولا حلفاء متعاملين معه. في ظل هذه المعطيات، ما مدى التأثير الذي يمكن أن نراه على النظام السوري، على بنيته الأمنية، بنيته العسكرية، بنيته الاقتصادية والسياسية بعد حين؟ هو على المدى القريب يتوقع أنه في حالة ترقب من كل الأطراف، سواء من طرف النظام أو الأطراف الأخرى، هي تترقب جدية كما قلنا قبل قليل، جدية الولايات المتحدة في تطبيق هذا القانون وإلى أين يمكن أن تذهب في تطبيق هذا القانون. كما قلنا قبل قليل أنه لحد الآن الجهات التي شملت بالقانون رسميا هي جهات في الأصل موضوعة على قوائم العقوبات وما إلى ذلك. طبيعي طبعا التدهور الاقتصادي الذي تمر به الحالة السورية بالإضافة إلى الإشارات السياسية السيئة من زاوية النظام التي تصل إلى النظام حتى من طرف الروس مؤخرا سيكون لها دور كبير في زعزعة وبنية النظام. لكن هنا في نقطة مهمة يجب أن نشير إليها، أن النظام اليوم في سوريا هو ليس نظام بشار الأسد وليس نظام السوري قبل 2014 أو 2015. النظام السوري مر بمراحل حصلت فيها تعديلات جوهرية في بنية النظام، لكن في خضام مثل هذه التعديلات، أبرز هذه التعديلات تغيير مثلا بنية الجيش السوري. بنية الجيش السوري اليوم ليست بنية الجيش السوري عام 2011 ولا عام 2014، حصلت تغييرين أساسيين وما بينهما كانت هناك تغييرات تدريجية من ناحية البنية نفسها، تشكيله، هيكليته، أعداد قطعات وتوزع هذه القطعات، تسليح هذه القطعات، عقيدة العسكرية لهذا الجيش وما إلى ذلك، حصل فيها تعديل كبير جدا جدا جدا، إضافة إلى حتى الجهات التي تقود هذا الجيش ومراكز القوة في البنية العسكرية للنظام أو في القوة العسكرية أو الجناح العسكري للنظام. نفس الشيء إلى حد كبير حصل في الجناح الأمني أو في الهيكل الأمني للجهاز الأمني للنظام، حصل فيه تعديلات كبيرة بتأثير من الحلفاء وتأثير فرضته الظروف، يعني أيضا خلال المعركة والاصطدام الكبير الذي خاضه النظام مع الشعب السوري ومع الأطراف الأخرى من المعارضة وغير المعارضة وإلى آخره، كان هناك استحقاقات معينة يحتاج النظام أن يقوم بها. هناك أشخاص قتلوا، هناك أشخاص انفضوا عن النظام، هناك أشخاص التفوا حول النظام، هناك قوى معينة صعدت في داخل طرف النظام وأصبحت تشكل مركز ثقل سياسي أو اقتصادي أو عسكري في مقابل قوى أخرى ضعفت وما إلى ذلك. وبالتالي النقطة الأساسية هنا أن النظام اليوم ليس النظام 2011 وليس نظام 2014. ماذا يعني هذا في التعامل مع قيصر؟ هو من ناحية هو الأشخاص الذين يعني يقومون على بنية هذا النظام و يدين هذا النظام ليسوا في معرض أن يفككوا النظام بقدر ما هم في معرض أن يختاروا طريقة ما للتعامل مع الوضع الجديد الذي هم مقبلون عليه. أما من يريد كان أن ينشق أو أنه في معرض أن ينشق أو أنه يمكن أن يذهب ضمن هكذا خيارات، هذا كان يمكن أن يحصل قبل 2015 وقبل 2012.
أما اليوم هناك أشخاص مسؤولون ومحملون المسؤولية بشكل أو بآخر، وهناك أطراف واسعة داخل بنية النظام تدير النظام ومشتركة في إدارة النظام ومشتركة بما ارتكبه النظام خلال السنوات الماضية، ولن يعفيهم من مسؤولياتهم انفضاضهم عن النظام الآن. يعني لو خرجوا أو انفضوا عن النظام، نحن نشاهد اليوم أن هناك محاكمات تجري لبعض شخص النظام الذين شقوا عنه في سنوات سابقة في ألمانيا في أوروبا يعني. نعم، أو ما يحصل اليوم في ألمانيا أو ما يحصل الآن في هناك نية يعني مناخ دولي يعني أقرب إلى محاسبة النظام، أقرب للمحاسبة وأقرب إلى تحميل جهات النظام مسؤولياتها تجاه ما يحدث. هم لا يريدون من النظام أن يتفكك، يريدون من النظام أن يمارس أو أن يكون شريكا في عملية تغيير معينة مرتقبة، وجرى تأخير عملية فرض العقوبات على النظام حتى إلى أن وصلنا إلى النقطة التي أصبح يعتقد أن النظام يمكن أن يكون جاهزاً لأن يشارك في هذه العملية. أما تفكيك النظام كان يمكن يحصل في وقت مبكر، لكن كان سيترتب عليه بالنسبة للجهات التي الدولية خاصة التي تحاول أن تفرض أجندة معينة أو ممارسة معينة في الحالة السورية، كان سيترتب عليه نوع من الفوضى ونوع من الارتدادات التي لا يريدونها. يعني أنت من أصار أن النظام بنية النظام لن تتأثر بهذا القانون؟ ستتأثر، لكن التأثير ليس بمعنى أن تتفكك، التأثير بمعنى أنها سوف تصبح مطوعة لحلول معينة تفرض عليها أكثر. طيب، من الوضع الحالي. سأعود إليك هنا، هذا يقودنا إلى الحديث عن النوايا الجوهرية الأمريكية من وراء هذا القانون. دكتور صبري، إلى ما ترنو أمريكا من وراء هذا القانون برأيك، سواء كان ذلك على المستوى الداخلي الأمريكي أو حتى الخارجي في سوريا ومحيطها؟ أنا بعتقد أنه أمريكا ومعظم الدول الكبرى وصلوا الآن إلى مرحلة كنت أتكلم عنها من سنوات، انتهت فترة التخريب والتدمير والآن لابد أن تبدأ فترة التعمير. فهؤلاء الذين أصلا دفعوا بكل هذه الكوارث والحروب في منطقة الشرق الأوسط بما فيها أكبرهم الكارثة في سوريا، ما هي أصلا كانت أهدافهم ومخططاتهم؟ هم الذين سمحوا بكل هذا الفشل والكوارث في هذا. هذه ليست نظرية مؤامرة، أنا أكرهها جدا وأرفضها جدا منهجيا وعقليا وغيره، لكن أتكلم عن أجندات ومشاريع. هنالك قوة متنفعة من الحروب، كل من يتنفع ويتربح من الحروب، شركات بكل أصنافها وأصحاب المصالح العالمية إلى آخره، بما فيهم وعلى رأسهم من يتنفذ ويحكم في أمريكا. هنالك دورات في هذه المسائل، تشتعل حروب تتصاعد ثم تنطفئ ثم تبدأ غيرها ثم يتغير شكلها ولونها وغيره. وبالتالي الآن صانع القرار الأمريكي يقول كفانا في سوريا من 2011 حتى اليوم، أعتقد يعني عقد من الزمان حدث فيه الكثير من الكوارث، لابد أن نقلب الصفحة. وهذه أيضا استراتيجية لمن يشعلون الحروب، يشعلونها فيتربحون من التدمير، والآن يريدون من التعمير، وسوف نشهد صراعات على هذه المسائل لاحقا. هذه أولا. ثانيا، أمريكا كما قلت لها استراتيجياتها الدولية المتغيرة والتي جاءت كورونا وسرعتها بصورة كبيرة جدا. طبعا موضوع قانون قيصر قبل كورونا، وكان هنالك أيضا نقلات أمريكية بهذا الاتجاه، لكن جاء الآن يبدو أن الأمور كلها تأتي coincidence كما يقال، يعني بالتزامنية أو بالتصادفية حتى تسير باتجاه آخر. أعتقد الهدف الأمريكي النهائي هو أن يصلوا إلى بعد بضعة سنوات إلى نوع من التسويات الداخلية. يعني لو أخذ المثال الذي رعته أمريكا طويلا هو المثال في العراق، جاءوا حاصروا العراق فترات طويلة، ثم دخلوا العراق أول مرة ثم أول وقت تحرير الكويت، ثم ثاني مرة، ثم أسقط النظام، ثم بعد ذلك وصلوا إلى نقطة أنهم بين قوسين يبدو نظام سياسي في العراق. طبعا هذه قصة أخرى، هل نجحوا فشلوا، نتكلم الآن عن الهدف. أمريكا تريد أن تصل إلى مرحلة تجمع الفرقاء على طاولة وبالتعاون مع باقي القوى الإقليمية والدولية لكي يجدوا حلا. الآن كما ذكر الزميل في البدايات بأن كل الأطراف أيضا أصبح لها حضور ميداني، وبالتالي لها حضور الآن على الطاولة، بما في ذلك تركيا والمعارضة السورية بكل أصنافها وما إلى ذلك. وبالتالي يعتقد الأمريكيون أنه آن الأوان الآن للحل السلمي بعدما استنفذ الحل العسكري من كل أطراف كل أسبابه ومبرراته ولم يصل إلى نتيجة، وبالتالي الآن اكتفوا من البيع واكتفوا أنه لن يتحقق شيء آخر، فلننتقل إلى أسلوب جديد هو أسلوب المفاوضات وغيره. وبالتالي هذا يحتاج إلى تليين وضغوطات حتى تجبر الجميع بما فيهم النظام، يبدو أنه الذي يشعر أنه الأكثر خسارة من هكذا مفاوضات، لأنه يشعر بأنه الآن في وضع أفضل من غيره مما عندما بدأت الثورة أو بعد سنتين وثلاثة عندما أصبحت مسلحة. الآن هو يستشعر أنه استقر، فإذا الآن الضغوطات الدولية المختلفة تقول له انتهى دورك، يجب أن تتغير سواء تماما أو جزئيا أو بدمج الجميع فيه، فأمريكا تريد أن تصل إلى حل وتتفرغ إلى أمور أخرى وهكذا.
لكن أمريكا قالت علنا إنها لا تريد تغيير النظام بل تريد تغيير سلوكه، واشترطت في ذلك وضعت معالم عامة أهمها انفضاضه عن إيران، ابتعاده عن إيران، ودخوله في عملية سياسية تفضي إلى حل ما. السؤال هو ما مدى استجابة نظام الأسد الآن لهذين المطلبين، الابتعاد عن إيران والدخول في مفاوضات لإنهاء لإيجاد حل في سوريا؟ يعني إمكانية النظام الحالي، إمكانية أن يقوم النظام الحالي في بتركيبته الحالية بالابتعاد عن إيران تبدو مستحيلة. تبدو مستحيلة. تبدو مستحيلة. لا الإيرانيين يمكن أن يسمحوا بشيء كهذا، ولا يستطيع النظام أن يتقدم خطوة إلى الأمام ضمن أي حل أو أي ضمن أي مساق مبتعداً عن إيران، لأنه خلال الفترة الماضية حجم التداخل الذي حصل بين حالة النظام في سوريا وبين الوجود الإيراني ضخمة جداً. طب هذا الكلام على أهميته، عفواً بس هذا الكلام على يجب أن أسألك، هذا الكلام يعني أن أمريكا تقول هذا الكلام وفي رأيها شيء آخر وفي نيتها شيء آخر، لأنها تعرف ما تعرفه أنت في نهاية المطاف؟ لا، هي الولايات المتحدة هنا ترسل هنا رسالة إلى إيران نفسها أنه إذا أردتم لهذا النظام إن كان يهمكم أن يستمر في سياق ما عليكم أن تظهروا ليونة في التواجد في سوريا. ويعني لابد من شيء بشيء يذكر أنه إيران خلال الفترة الماضية تراجعت كثيراً، يعني هم كانوا في السابق متواجدين في نقاط قريبة جدا مثلا من الحدود مع الكيان الإسرائيلي، كانوا موجودين في نقاط بالنسبة للأمريكيين حساسة جدا، كانوا يستخدمون أو يحاولون نصب منظومات صواريخ من أنواع معينة الولايات المتحدة حذرتهم من نصبها، وفي البداية أبدوا ممانعة شديدة جدا ضد أي عملية ابتعاد أو انسحاب أو تقليل من الوجود الإيراني، لكنهم لاحقا قاموا بعملية انسحاب هذه. مثلا كان الكيان الإسرائيلي اشترط عليهم وعلى من خلال الروس انسحاب مسافة 15 كيلومتر عن الحدود، الآن هم على مسافة 65 كيلومتر. طيب إيران ابتعدت كما تقول، وأنه لا يمكن للنظام أن يستجيب لهذين المطلبين، إذن ما الذي يمكن أن يقدمه النظام لأمريكا؟ الآن هذه أزمة كبيرة يواجهها النظام حقيقة، أنه ما مطلوب منه بعضه قد يكون قادر على المضي به، لكن بعضه الآخر مثل مثلا مطلوب منه أن يوقف عملية الطيران الحربي وقصف قصف المدنيين في مناطق المعارضة، قد يكون هذا خرج المعتقلين. إخراج المعتقلين هذا أظن أحد الأمور المشكلة، لأنه كثير المعتقلين التي يدعي النظام أنها موجودة في سجونه ربما هو قام بتصفيتهم. نحن شاهدنا قبل أيام قانون قيصر أصلاً اللي بني عليه القانون، 55,000 صورة للعائدة ل 11,000 سجين، هذه فقط من 2011 و2013. هي نقطة مهمة، بمعنى أنه كم عدد إذن السجناء والمعتقلين الذين فقدناهم خلال السنوات اللاحقة؟ إذن غير قادر على تلبية أي مشكلة. النقطة هنا أنه هناك نقاط معينة يمكن أن يلتف عليها أو يظهر مرونة فيها أو يعترف على الأقل بمشكلته بها ويعالج المسألة لاحقة، لكن هناك نقاط أخرى ينبني عليها نوع من التفارق المسارات. هو الآن عليه أن يختار بين روسيا وإيران، الروس يضغطون على النظام لتلبية ما يتطلبه قانون قيصر حتى يخرجوا بالوضع في سوريا إلى المرحلة التالية، لأنه لا يخدمهم بقاء الوضع في سوريا على الوضع الذي هم عليه، وقد استنفذوا من هذا الوضع ما يريدون. في المقابل الإيرانيون لا يجدون أو لا يطرحون أي حل من أي نوع يتضمن نوع من التغيير في سوريا. إلى اليوم في كل المؤتمرات في كل اللقاءات، حتى عندما كانت إيران تلعب دور الطرف الضامن في أستانا أو سوتشي أو غيرها، كانت تقدم حلا من نوع واحد على الأوضاع، هكذا كانت تقول الوضع في سوريا يجب أن يعود إلى ما كان عليه قبل 2011، من هنا برأي الإيرانيين من هنا يبدأ الحل في سوريا، وهذا أمر يعني واضح أنه مستحيل، لا يمكن أن تعود الأوضاع لا في المنطقة ولا في سوريا ولا في أي مكان في هذه البقعة إلى ما كانت عليه قبل 2011. بالتالي النظام هنا أمام أزمة كبيرة، ورأس النظام تحديدا هو الذي سيعاني. ولذلك لاحظنا أن الروس ضغطوا مؤخرا على بشار الأسد بشكل كبير، لدرجة أنه وصلوا لنقده نقدا كبيرا بقول أنه فاشل ولا مستقبل له ولا كذا، كأنهم يوصلون رسالة أنه إذا لم تكن أنت مستعدا للمضي في المرحلة المقبلة أو لم تكن رجل المرحلة المقبلة، فهناك غيرك من يمكن أن يأتي بدلا منك ويقود النظام أو يقود هذه المنظومة ويذهب أو يقوم بالمهمة، يقوم بمهمة قيادة سوريا في المرحلة المقبلة بما تطلبه من شروط أو من إملاءات. طيب دكتور صبري، قانون قيصر ومثله مثل هذه القوانين الأمريكية عادة تكون الإجراء السياسي الأمريكي الأخير ما قبل التدخل العسكري، ويقول ضيفنا بأن فرص استجابة النظام لتلبية المطالب الأمريكية ضعيفة جدا لأنه لا قدرة له على تحقيقها. نحن كما لو أننا ندخل في عبثية، أمريكا تضع شروطا معلنة ثم نظام غير قادر على تلبية هذه الشروط، ماذا بعد ذلك؟ إلى أين نحن نتجه؟ دكتور صبري؟ طيب يبدو أن دكتور صبري انقطع تواصل معه، لا بأس، نذهب إلى فاصل قصير على أن نستكمل بعد الفاصل تأثير هذا القانون على الشعب السوري، عموم الشعب السوري، ولكن بعد قليل.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. باسل، الوضع المعيشي للسوريين ليس جيدا، ليسوا على ما يرام، وتراجع الليرة بات واضحا، القدرة الشرائية للسوريين تراجعت. هذا القانون يأتي في ظل هذا الوضع. من الطبيعي أن يسأل المرء عن التأثير الذي يمكن أن يحدثه هذا القانون على عوام السوريين. أي تأثير ننتظر؟ على المدى القريب هناك تأثير سيء جدا بالتأكيد، وربما حتى على المدى المتوسط، بمعنى أنه لا يمكن فصل في المرحلة الحالية الفصل تأثيرات هذا القانون أو تبعاته على النظام عن تأثيراته على السوريين. ربما نسبيا يعني يكون هناك تأثيرات على أطراف معينة داخل الشعب السوري أو داخل النظام أكثر من غيرها، وهذا سيظهر جليا في الأيام المقبلة، لكن هناك تبعات معينة تلقي بظلالها على عموم السوري، مثل ما تكلمنا عن انهيار الليرة، مثل ما تكلمنا عن تفكك العديد من مؤسسات الدولة، مثل ما تكلمنا ممكن نتكلم اليوم عن نوع من الإضراب تعانيه الدولة السورية وليس فقط النظام، بمعنى أن كثير من الموظفين الدولة لا يذهبون إلى أعمالهم لأنه الراتب الذي سيحصلون عليه نهاية الشهر لا يستحق برأيهم الذهاب إلى الوظيفة والدوام اليومي. هذا عن هيك عن الكلفة المترتبة على هذا الأمر، بمعنى كلفة ممارسة الوظيفة أكثر من كلفة الراتب الذي يمكن أن يعود منها. وبالتالي على المدى القريب والمتوسط حتى إلى حد ما تبعات وتأثيرات تطبيق قانون قيصر ستشمل شريحة واسعة من الشعب السوري بالإضافة إلى طبيعة الحال النظام. ما يؤمل أنه على المدى المتوسط والبعيد إلى حد ما أنه تبدأ هذه العقوبات تأخذ شكلا أكثر تركيزا على النظام منها على الشعب السوري، لكن القول بأنه هناك حالة أنها لن تنعكس بشكل أو بآخر على السوريين أو أن السوريين لن يعانوا من تبعات هذه العقوبات وما إلى ذلك، يعني هو أمر حقيقة من الصعب البت به أو من صعب القول به. طيب يعني أبقى معك ريثما يصبح ضيفنا جاهزا، يعني أنت تتوقع أن يكون مركزا أكثر على النظام في السنوات المقبلة هذا القانون على أركان النظام، يعني أو تأمل كما قلت. طيب يعني هذا ما يأمله جميعا. السؤال هو هل يمكن لهذا القانون من خلال تضييق متوقع على شرائح الشعب السوري كله أن يكون هناك نية أمريكية مبيتة أن تكون هناك ثورة من داخل حاضنة النظام المناطق التي تسيطر على النظام، وبالتالي هذا يمكن أن يشكل نوعا كبيرا أو يعني يشكل قدرا كبيرا من التهديد للنظام وبالتالي إضعافه وقبوله بالشروط الأمريكية؟ هو بالضبط هذا ما سيحدث. النظام لا مؤدى العقوبات التي تفرض على النظام لا ينبني عليها تدخل أمريكي، بمعنى أنهم مثلا يقومون باعتقال شخص من طرف النظام أو معاقبة النظام عن طريق تحييد مثلا عناصره. العقوبات الغاية منها وضع النظام أمام مسؤوليات ضخمة أمام حاضنته الشعبية، مما يضطره إلى الانسحاب أو القبول بالشروط أو مواجهة حاضنته الشعبية، لكن لا يتضمن القانون قيصر لا يتضمن إجراءات من قبيل تدخل مباشر أمريكي عبر اعتقال أشخاص أو عبر عملية عسكرية أو ما شابه. هو أصلا لا ينص على هذا الأمر، هو ينص على ضغط اقتصادي كبير يعقد مهمة النظام في إدارة مناطق سيطرته، وهذا بالتالي سيؤدي إلى نوع من الصدام بينه وبين حاضنته الشعبية، وسيكون أمام مفترق طرق، إما أن يدخل في معركة وصدام مباشر مع حاضنته الشعبية وهذا سيؤدي إلى تفككه بشكل كبير، وإما أن يعني يصبح جاهزا لتلبية شروط الولايات المتحدة وغيرها والذهاب في مساق سياسي أو أي نوع من المساقات المطلوبة منه في مقابل أن يمد بما يلزم من أدوات للإبقاء على قدرته على السيطرة على مناطقه. طب حتى لا تصل حاضنته أو المناطق التي يسيطر عليها إلى هذا المستوى من الانهيار الاقتصادي، ما الذي يمكن أن يقدمه حليفاه الإيراني والروسي في هذا السياق؟ طبعا الروس صرحوا في بداية تطبيق النظام بتصريح قريب من التصريح الإماراتي أنهم غير ملزمون بالقانون وأن القانون أيا كان ما نص عليه فهم لا يعتبرون أنفسهم ملزمين بإجراءاته، لكن بتتبع ما حصل خلال السنتين الماضيتين عندما مر النظام في أزمة الشتاء الماضي والشتاء الذي قبله بأزمة وقود كبيرة جدا، وأيضا كان هناك انهيار متتالي للعملة السورية وغيرها انهيارات اقتصادية، وأيضا كان هناك انشقاقات كبيرة سياسية وعسكرية عن النظام في السنوات الأولى. الحليفين الإيراني والروسي لم يستطيعا لسبب أو لآخر أن يمد النظام بما يلزم ليمنع التدهور، علما أن الكلفة الاقتصادية لمنع تدهور الاقتصاد السوري ليست كبيرة بالنسبة لدولة مثل روسيا، يعني اقتصاد وزارة الدفاع الروسية لوحده يعادل اقتصاد سوريا عدة مرات، فقط وزارة واحدة من وزارات روسيا. مع ذلك هذا لم يحصل، بمعنى أن النظام مثلا قضى الشتاء الماضي وكان هناك نقص كبير في الوقود، وصل إلى درجة أن عدد من المسؤولين في النظام كانوا لا يستطيعون الذهاب إلى مناطق إلى مكان عملهم وإلى حضور اجتماعاتهم لأنه لم يكن لديهم الوقود الكافي لتحريك سياراتهم، ما كان في مجال الوقود إلى هذا المستوى. طبعا ووصلت طوابير، كلنا شاهدنا طوابير الوقود والغاز التي دخلت موسوعة جينتس أول مرة في مشهد السوري، ومع ذلك لم تستطع إيران
توصيل ما يلزم من وقود إلى سوريا، ولم تقم روسيا بتوصيل ما يلزم إلى سوريا. وهذا في ذلك الوقت لم يكن قانون قيصر قد سن، لكن كان هناك بعض العقوبات والتي سنت على إيران أو التي سنت على موانئ سوريا. بالقياس على هذا الأمر يمكن أن نتنبأ أنه الآن في ظل هذه الأزمة، وقد شددت الولايات المتحدة من قبضتها الاقتصادية على الحالة السورية، يعني لا يتوقع أن تقوم إيران بالذات وروسيا بدرجة أقل، لا يتوقع أن تقوم بإسناد النظام بالشكل الكافي أو بما يحتاجه للوقوف ضد قانون قيصر. بالتالي قانون قيصر سوف يأخذ بشكل أو بآخر يعني مجراه في الحالة السورية، سوف يؤثر تأثيرا ليس بالسهل. طيب عاد إلينا الدكتور صبري. دكتور يعني أنا يجب أن أعود معك إلى النقطة التي سألتك عنها قبل الفاصل لأهميتها. يعني القانون الآن هو السقف الأمريكي الأعلى لفرض عقوبات على أي دولة قبل التدخل العسكري المباشر، لكن ضيفنا في الاستوديو الأستاذ باسل يقول بأنه لا فرصة لنظام الأسد الاستجابة لمطالب الأمريكيين، سواء كان في إخراج المعتقلين السياسيين أو في فض علاقته بطهران، ليس لعدم رغبته من عدمها وإنما لعدم قدرته على ذلك. إذن نحن نسير في عبثية أو عدمية، أن أمريكا تفرض عقوبات والنظام غير قادر على تلبية شروط الأمريكية، وبالتالي إلى أين نسير؟ بالطبع دعنا نفهم الموضوع بإطاره الصحيح. ليس شرطا أنه إذا قامت أمريكا بالتهديد بهذه العقوبات والبدء بتطبيقها أنها تتوقع تحقيق نتائج معينة من قبل النظام. المسألة هي أشبه بين قوسين كما ندرسها وندرسها بالجيمز ثيوري، هي نظريات ألعاب مختلفة. هم الذين يريدون أن يوجهوا رسالة أولا بأنه يا نظام انتهى دورك، لك حدودك، إما أن تنتهي، إما أن تتراجع، إما أن تغير. الآن ليس شرطاً المطلوب تنفيذ بالضبط التفاصيل، وإنما المطلوب تقديم أشياء معينة. كذلك صانع القرار الأمريكي يدرك بأنه قد لا يستجيب النظام، فهنالك ألف وباء وجيم ودال وإلى آخره. أنا ابتداءً أقول بأن أمريكا لن تدخل عسكرياً في سوريا. أمريكا تخوض منذ سنوات طويلة، وكما ألمحنا أو صرحنا عن أوباما ثم ترامب، ما اشتهرت به أمريكا لسنوات طويلة والقوى الدولية مثل الاتحاد السوفيتي وروسيا، وهي حروب بالوكالة. يعني للأسف وضعنا في الشرق الأوسط والدول العربية والشعوب العربية داخلياً والتيارات المختلفة مذهبياً عرقياً طائفياً صراعياً لكل الأسباب عسكرياً مدنياً هي تعارك بعضها بعضاً، ليس بحاجة للتدخل الأمريكي. فإذا أمريكا ابتداءً لا أتوقع مطلقاً أنها سوف تدخل بنفسها في أي حرب، مستفيدة من التجربة التي تمت في العراق، هذا واحد. ثانياً أنها تريد أن تحقق أمور معينة من ناحية لتعديل السلوك. طبعا النظام، كلمة النظام كلمة، دعنا نحرر محل النزاع كما يقال. هل المقصود بالنظام هي عائلة بشار الأسد وآل الأسد، أم هل هم من يحكم من طائفة معينة، أم هم قيادات حزب البعث إلى آخره، أم أن المقصود بالنظام هو هيكل النظام كله؟ يعني بمعنى أول عناصر أي دولة ونظام هي أول شيء وجود الإقليم، وجود الشعب، ثم النظام السياسي. وبالتالي أمريكا تقول، ويبدو أن الدول الكبرى الأخرى مثل روسيا وغيرها والدول الإقليمية، فليبقى الشعب موحداً بين قوسين في نفس المنطقة، فليبقى الأرض موحدة، لكن كل الضغط هو الآن على شكل النظام أو على عناصر النظام. إذن أنا أختلف جزئياً من أن أمريكا بين قوسين لا تريد تغيير النظام، بمعنى أنها لا تريد تغيير الأسد وعائلته والمجموعة الحاكمة، قد تريد ذلك وقد تسعى إلى ذلك وقد تضغط في ذلك، لكن أمريكا يبدو أنها تقول لا أريد تقسيم سوريا، ولا أريد أن ننتقل من حالة سورية إلى نفس حالة سورية أخرى، لابد من استيعاب الأطراف الأخرى. إذن هذه عناصر كبرى جدا مطروحة في الحل الأمريكي، وأنا أعتقد أن هنالك نوع من القبول لها، بل الاتفاق حتى مع روسيا وحتى مع تركيا ومع اللاعبين الآخرين. وبالتالي باختصار شديد أمريكا تريد تغيير النظام، بمعنى تغيير تركيبته، من يدخل فيه، من يخرج، إلى آخره. هذا لا يعني، وهي استفادة مرة أخرى من التجربة في العراق، أن تقوم كما فعلت وأجرمت في العراق بأنها حلت كل شيء في الدولة العراقية، حزباً، جيشاً، أجهزة، حكومة، بحيث أوصلت العراق إلى حالة من الدمار التي تعرفونها أكثر مني. وبالتالي الآن أمريكا تقول لا أريد أن أكرر هذا في سوريا، فلنعمل على تغيير النظام من داخل النظام، ولكن بإدخال كل العناصر الأخرى وإعادة التركيبة من جديد. لذلك كل الضغوطات التي سوف تبذلها لن تصل إلى استخدام السلاح، ولكنها ما سوف تستخدم اقتصادياً، دبلوماسياً، تحالفياً، عقوبات إلى آخره، سوف يضطر النظام، لأني كما ذكرت في البدايات بأن النظام الآن أخذ الإشارة، وبالتالي مزيداً من الضغوط عليه، الليرة وغير الليرة والاقتصاد،
والضغوطات الدولية الأخرى، كل الجميع يريد منه الآن أن يتغير، فسواء هو صرح أو لم يصرح سيتغير غصبا. كلام مهم حقيقة دكتور صبري. أريد أن أبني على ما تفضلت عطفا على ما ذكرته لأسأل الأستاذ باسل، يعني هل يمكن أن تكون وسائل أمريكا لإرادة مبيتة لتغيير النظام، ليس بالتغيير الذي يفهمه الشعب السوري الذي انتفض ضد النظام، وإنما وفق المقاربة الأمريكية، هل يمكن أن يكون هناك نوع من حضور النية في الضغط على الشارع الخاضع لسيطرة النظام حتى تفك هذه التوليفة الطائفية الأقلوية إذا ما صح التعبير التي يحكم النظام من خلالها، من خلال التخويف من البعبع السني مثلا، وبعيدا عن الألفاظ الطائفية طبعا؟ يعني هو مسألة أنه الولايات المتحدة قد تكون في معرض تغيير أجزاء معينة من النظام أو رموز مهمة من النظام مثل رئيس النظام نفسه بشار الأسد أو عائلاته أو وغيره، نعم هذا وارد جدا، لكن هذا لن ينبني عليه في هذه المرحلة تغيير كبير في النظام. في عام 2011 عندما بدأ الحراك في سوريا وصولا إلى عام 2013 النظام ربط جزء كبير من منظومته ومنظومة الدولة ومنظومة أجهزته الأمنية والعسكرية بشخص بشار الأسد نفسه. لكن بعد عام 2014 ثم في 2015 مع بدء التدخل الروسي بشكله الفاقع وتبدد هذا التدخل إلى جانب التدخل الإيراني، كان هناك عملية تغيير واضحة في بنية النظام. من ضمن الأشياء التي ذكرنا قبل قليل من ضمنها كان أنه اليوم تغيير رأس النظام، تغيير بشار الأسد، لا ينبني عليه تغيير كبير في بنية النظام. يمكن بسهولة اليوم إلى حد كبير فيما يخص منظومة النظام إلى داخل منظومة النظام تغيير بشار الأسد أو تغيير أشخاص مهمين في أركان حكمه دون أن ينعكس هذا على بنية النظام نفسه، لأن بنية النظام نفسه أصبحت محمولة على حوامل أخرى مرتبطة بإيران، مرتبطة بروسيا، مرتبطة بشخصيات معينة ترتبط وتتلقى رواتبها من جهات أخرى. اليوم تدخل أنت على قائد فرقة في الجيش السوري تجد صورة بوتين معلقة على الحائط وليس صورة بشار الأسد. تدخل على وزارة من وزارات سوريا مثل وزارة التعليم تشاهد صورة وزير التربية والتعليم الإيراني بحكم الاتفاقية التي وقعت بين سوريا وإيران والتي أتبعت وزارة التربية السورية إلى وزارة التربية الإيرانية ضمن بروتوكول رسمي على أساس عينت إيران 17,000 مدرس داخل سوريا. نعم. هذه التغييرات الكبيرة في بنية النظام جعلت يمكننا نقول أن أركان النظام الأساسيين أو رموزه لم يعودوا ممسكين بزمام أمور بطريقة أنه إما يكون موجودين وأما الفوضى، يمكن أن يخرجوا ويبقى النظام قائما. وبالتالي لا شيء يمنع أن نقول أن الولايات المتحدة يمكن تذهب اتجاه، لكن أن نقول أن القانون نفسه وتدخل الولايات المتحدة جاء لتغيير هؤلاء. نعم. هذه مبالغة أو يعني تقليل من شأن الدور الأمريكي. الأمريكان تدخلوا لشأن أكبر. طيب. متعلق بحلفائهم في الإدارة الذاتية وقسد وحلفائهم مع الدوليين وليس بحيث النظام نفسه. وضحت الصورة. أريد أن أختم مع الدكتور صبري لو أذنت باختصار بدقيقة ونصف. دكتور، هل من آلية للتفريق بين الضغط من خلال قانون قيصر على النظام السوري وأركانه وبين عدم الضغط على الشعب السوري خاضع على الأقل لمناطق سيطرة النظام؟ لا يوجد أبدا وإطلاقا أي آلية، وإنما الضغط الذي سوف يتم على النظام بالضرورة سوف يتحول إلى ضغط كامل على كافة فئات الشعب السوري خاصة الخاضع تحت النظام، وبالتالي ستزداد معاناة الشعب السوري، وهذا قد يؤدي في إحدى نواحيه ما تريده أمريكا من أنه إضعاف الثقة والدعم الشعبي أو القول الشعبي لاستمرارية هكذا النظام. وأنا مع البناء على ما تفضل به الزميل، لكن وصولا إلى نتائج مختلفة. أمريكا سوف تستمر وسوف تصعد. قانون قيصر هو أداة من الأدوات، أمريكا لديها أدوات كثيرة جدا، وبالتالي إذا ما اتخذت هذه سياسة وهذا ما ذكرته منذ البداية فإنها سوف تستخدم كافة أدواتها. السؤال إلى أين تذهب؟ أنا بتوقع الشخصي تريد أن تبقي بواقي النظام بتقسيماته بعثي أو طائفة معينة أو غيره، لا تريد أن تشعرها بالإقصاء نهائيا، وهذا يفتح المجال أيضا لدخول كل المكونات الأخرى الطائفية والعرقية. نعم. والسياسية وغيره وصولا إلى حالة من الاستقرار والقبول، ولذلك النظام الحالي قد يضحي بكافة رموزه للحفاظ على الهياكل الجيش والأمن والأجهزة والحكومة وغيره على أمل أن يبنى نظام سوري جديد، والله أعلم. شكرا. أشكرك شكرا جزيلا دكتور صبري. حقيقة قانون قيصر يفتح الشهية على كثير من الأسئلة في الملف السوري، ربما تكون هناك حلقات مقبلة للحديث عن هذا الموضوع. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريمين معي في الاستوديو، الأستاذ باسل حفار مدير مركز إدراك للدراسات والاستشارات، وكان معنا من اسطنبول عبر سكايب الدكتور صبري سميرة رئيس مؤسسة مينا لتنمية المجتمعات الجديدة والخبير بشؤون السياسة الأمريكية بشؤون الشرق الأوسط والأستاذ العلوم السياسية. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.